مهاجم القوة الجوية مهند عبد الرحيم في تصريح لكورة: عازمون على تحقيق لقب كأس العراق، ومواجهة أربيل ليست سهلة. أكيد يعني الحمد لله أنه الفريق بالفترة الأخيرة ظهر يعني بروح واحدة، روح وعزيمة. الفريق يعني جاهز ذهنيا، كان بطولة الكأس يعني بعد ضياع يعني بطولة الدوري بالمباريات الأخيرة للدوري، يعني التركيز صار على بطولة الكأس. الحمد لله أنه ظهرنا بمستوى جيد، مباراة كل مباراة تقريبا كاس، حتى مباراة الدوري اللي بالأخير كانت أيضا الفريق كان يعني جهز نفسه لبطولة الكاس. نتمنى أنه المباراة أربيل الفريق يكون نفس الجاهزية الذهنية، أنه ندخل على الفوز إن شاء الله، وأكيد هدفنا أنه طموحنا أنه نخرج ببطولة الكاس إن شاء الله. صعوبة المباراة كيف تنظر لفريق أربيل؟ أكيد هي يعني دائما مباراة الكاس هي يعني طموح لكل اللاعبين او كل الفرق، انه يعني مباراه واحده ممكن تحرز بها بطوله، فاكيد يعني كل المباريات راح تكون صعبه، خصوصا المباراه النهائيه ما بيها يمكن ما بيها مستويات. فنتمنى انه قلت لك انه نركز بهاي المباراه ونحسمها ان شاء الله من خلال الوقت المناسب.